شكلها كده عركة كبيرة بين أهل العريس وأهل العروسة، وهنطلع النهاردة ب 30 محضر. يا عم اختفى أنت. بقوا 31. ألف مبروك يا عريس، ألف مبروك. أمال فين العروسة؟ يا ريتني ما سألت. أهلاً وسهلاً يا باشا. كمل. أنت كده. أهلاً يا باشا. اتفضل عند أهل العروسة. لا اتفضل عند أهل العريس. اتفضل يا باشا. أهل العروسة. عند أهل العريس. ولا أهل العريس ولا أهل العروس. أنا هقعد في أرض محايد. ومالك؟ أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. ألف مبروك. الله يبارك فيك. إيه يا إخواني؟ دي البلد مقلوبة بره، مالكم؟ إحنا جايين نهدي النفوس. وبعدين يعني أنتوا برضو أهل وحبايب ومهما كان دليلة العمر، ها؟ رواق رواق. لا مؤاخذة يا سعادة الباشا. الفرح بصراحة ما يليقش بمقام سعادتك ولا بمقام ابني كمان. ده خلى رقبتها زي السمسمة. ايه انا لعيت الكلام المسخ اللي بتقوله دي؟ ايوه ده سؤال مهم. انت تقصد ايه بالكلام المسخ ده؟ بذمتك يا سعاده الباشا، لو انت بتجوز بنتك تستخسر فيها ننسى عجم؟ لا، اللي يستخسر في بنته حاجه يبقى راجل ناقص واطي ومعفن. ايه؟ احنا جايين نهدي النفوس. ايوه الله اكبر. سعاده الباشا قال الحقيقه. يا راجل يا معفن. كلم الحاج. يا نيتن. كلم الحاج. يا تحفه. ما انا كلم الحاج هتقول ده مرمطك. مش هين عليك تبيع ايراط من الايراطين اللي حيلتك عشان خاطر تعمل فرح بنتك؟ يا اخي اتحرق القراط، هو في اغلى من الضلمه. ايوه قول له يا باشي، بدل يعني ما كان يطول لسانه ويقل في ادبه بالشكل دي، كان دافع مهر عالي يليق ببنتي. لا كده الكلام اختلف. هو دفع كام؟ ما تقولوش. لا هقول له. هقول دفع 500 جنيه. صراحه يعني ده مبلغ قليل. فعلا. معلش يا حاج، ما انت برضه بتشتروا راجل. هي كمان ما تسويش اكتر من كده. لا 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 يا جماعه بقى كده، عارفين المنطقه اللي احنا فيها دي منطقه اعراض. اعراض؟ امال انت فاكر ايه؟ هي حصاله اعراض. ايوه اعراض. ده اعراض. طب وعالي بقى كده يا باشا. ايوه اعراض. اوعى اوعى من جد. دخلنا في الاعراض. الله 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 الله. ايه يا اخوانا اللي بيحصل ده؟ مش كده يا جماعة؟ اهدوا، بلاش توتر، ما ينفعش اللي بيحصل ده. ما تحسسونيش ان انا السبب. مش عشان فكرنا مع بعض بكلمتين، ده انتوا اهل وحبايب. 35 محضر يا اخوانا. مش كده، ما يصحش حاجات تافهة تأثر فيكم. ايه يعني المهر 500 جنيه؟ حصل ايه؟ فرح زبالة قاعدين فيه؟ عادي. 18 محضر. انت يا بلدي. 19 محضر.
ايه بلدينا دي، انت ما تعرفنيش ولا ايه؟ لا والله ما حصليش الشرف. انا المخبر اول سباعي السباعي، المخبر الخصوصي الحاج ضابط بسيوني، راح الامن في المنطقه كلها. قلت الضابط بسيوني؟ ايوه ضابط بسيوني. يبقى البشاير بانت من اولها. لكن ما قلتليش انت مين بقى. لا انا بفضل خيرك اللواء نجدت يا حيوان. يا نهار اسود دماغك يا باشا، اللواء في حاله. وبعدين ما الراجل صلح غلطته اهو يعني، ويتنقل على عينه اتجوزها. فين سبع البرومبا الضابط بسيوني بتاعك؟ بيولعها جوه يا فندم عشان نسترزق. ولا نسترزق في ايه؟ ايوه نسترزق محاضر وشغل للجسم وبرضه خير للداخليه كلها. والله؟ ايوه. قلت لي انك مخبر؟ ايوه مخبر. انت بقيت عسكري نفر، خش وريني الضابط بسيوني فين؟ ما دام عسكري نفر خش لوحدك. خش يا حيوان قدامي. مش داخل. امشي. انتباه يا عسكري. مش انتباه بس. مش انتباه. ايوه مش انتباه. اتكلمت عسكري. يا جماعه كده ما ينفعش. هو عشان فضفضت مع بعض، ما انت قلت له يا معفن، قال لك يا نتر. يعني الشتيمه ما تنفعش. مش هتعمل ايه يا حظاظ؟ ما انت باشا كمان يا فندم. ايه اللي جابك؟ انت واقف هنا بتعمل ايه؟ بمتص التوتر عشان الهدوء يا فندم. خناقه مش قادر والناس بتبوظ بعض، وانت واقف تتفرج على الضابط. انت يا ريت اللي بتضرب بكرسي، انا عارفك وحبيتك في الحجز. يا فندم لو تسالني في المواقف اللي زي دي اقول لك الحكمه احسن من العنف. دول بيتخانقوا من 6:15، اديهم 5 دقايق هيناموا. انت هتصرف ولا اتصرف انا؟ نجد باشا اتصرف بسرعه يا الضابط. تمام يا فندم اتصرف بسرعه. قلت لك اديني البدله خليني امشي. اقول لك خليها لك، انا همشي كده. تمشي كده يا فندم ازاي؟ اعمل لك ايه؟ كلها نص ساعه والبدله هتنشف. وبعدين يا فندم انا مش عارف انت متعصب كده ليه؟ هات خرطوم ميه اضربه في عينيك وصدرك، شوف نفسك هتعصب ولا مش هتعصب. لا مش كنا بنفض يا فندم. بنفض ايه؟ بنفض من العريس وعروس. حاسب بس عشان ما تتبلش. اتفضل. وبعدين يا فندم يعني شوف اجعص المواقف في الحياه بتتحل بالهدوء وبالحكمه. حكمه ايه؟ هو انا وقعت في ايدين دكتور نفساني؟ طب لعلمك بقى يا فندم اكتر حاجه كنت بحبها في الكليه ماده علم النفس. يعني مش عارف كده بتخليك تتحكم في النفس البشرية. أنا كنت فاكرك وحش لما أزرعك في وسط شوية عيال بيتاجروا في المخدرات في الجامعة هتشرفني. يا فندم من فضلك ما تستعجلش في الحكم على الناس، وبعدين أنا الأول على دفعتي 4 سنين. يا فرحتي بيك، الأول على دفعتك 4 سنين، ما هي دي المصيبة، دي الكارثة اللي مش هتخليك تصلح للمهمة اللي أنا كنت عايزك فيها. يا فندم اديني فرصة من فضلك، أنا ما خدتش فرصة حقيقية أثبت فيها كفاءتي. أنا مش بعمل تجارب عشان يصيب يا تخيب. يا فندم أنا من بكرة الصبح حاول في إجراءات نقلك. يا فندم من فضلك اديني فرصة اشرح لك. اخلص يا فاشل. فاشل؟ يا فاشل. بلاش يا فندم الكلام ده. متعصبك يا فاشل؟ أه متعصبك يا فاشل. يا فاشل يا فاشل يا فاشل. الله في إيه يا فندم؟ يا فاشل سيحتلي في المكان. أنا ليا حساب مع الكلب اللي دبسني فيه. طب أنا عايزك طب البس هدومك يا باشا. ومش مديني أي فرصة يا أبلة فوزية، على طول بيحبطني كده وبيخلي ثقتي بنفسي تقل. تقولوا في همسة عتاب. يا فندم، يا فندم اقرأ التقرير بتمعن. قريته قريته. حبه. حبيته. من قلبك. حبيته. يا فندم حبك. أهو. بحبك. مش بحبك. من قلبك. بحبك. لا كده مش من قلبك. بحبك. في إيه يا حظابط؟ أنا مالي وما ظروف العيال العائلية؟ أنا هتبناهم، أنا ما تهمنيش ظروفهم، أنا كل اللي يهمني المخدرات. فين المخدرات يا الضابط؟ فين المخدرات؟ اتفضل. ايه ده؟ اتفضل. يا نهارك اسود ومنيل، ايه اللي انت شايله ده؟ فرش. فرش؟ فرش حشيش يا فندم، ماركة سيبها وخدها يوم السبت. نعم؟ لو مش فاضي السبت خدها لحد، أمان يعني. شكلك هيحبسنا الاثنين الصبح. ايه ده؟ يا فندم ده اللي هيوصلنا طريق المخدرات، توليفة عاملها عند العطار كده. وعملت كده ليه؟ اللي اتزنقت، العيال اتورطت معاهم يعني وعايزين يعملوا دماغ بلدي وعلى حسابي. فتصرفت. انت اتجننت بقى؟ بدل ما تعرف العيال دي بيجيب المخدرات منين تشتغل لهم انت تاجر مخدرات؟ وبعدين العيال المدمنين دول هيأثر فيهم شغل العطارين اللي انت عامله الفالص ولا؟ يا فندم ده مفعوله كده. استنى مفعول ايه؟ في ايه؟ في ايه؟ ايه؟ ده انا لافف لك جوينت الصباحه. مين؟ فلتر كرتون عريه اول ما تصحى ولعها. انا ما بشربش الحاجات دي. يا فندم اسمع مني. ما بشربش الحاجات دي. هولعهولك انا. انت
ثابت يا الظابط بتاع دي ما تولعش في بيتي ابدا. انا هحولك للتحقيق فورا يا فندم. انا هوريك شغلك. الكسفه اللي انت فيها يا حازم. حازم هبت ايه؟ في ايه يا حازم؟ معلش يا بيه، اصل انا سمعت بسيونو بيزعق فقلت يمكن بيزعق لحضرتك فاندفعت يعني. لا ابدا، احنا كنا بنشتغل انا وبسيوني. خلي بسيوني الحرس ده رجعه المكتب عشان نبقى نعدمه. ها؟ عشان نعدمه. انت بتعمل كده ليه؟ بتعمل كده ليه؟ مش فاهمك. علشان هخنقه قبل ما اعدمه. آه. عشان مش عاوز يفهم الحرز. ايوه علشان هنعدمه. ايوه اللي فات لك منه استباحه. ايوه ابو كرتونه. اه كده هضربه بالنار قبل ما اعدمه. تعالى ورايا الحرز. ايوه تعالى ورايا. حاضر. ما تشنقوه احسن يا باشا. انا مش هستنى نتيجه التحقيق، انا هضربك بالنار. يا فندم يا فندم افهمني، ما قداميش حل تاني، لازم اعمل حفله عند سعادتك هنا في البيت. ده انا لو مراتي عرفت هتذبحني. يا فندم عشان المهمه دي تنجح انا عايز قلبك يبقى قلب اسد مغربش تفوت في الحديد. مش ده كلام سعادتك اللي قلته لي؟ وانا لا يمكن اسمح لك انك تحول بيتي لجرسونيره. البيت ده اللي عمره ما دخل فيه واحده ست غير مراتي والشغاله واحيانا حماتي. ده لو اعتبرت ان دول ستات جاي بعد العمر ده كله تدنسوا انت. خلاص يا فندم مفيش مشكله، انا هطلع السيد مساعد الوزير احطه في الصوره وافهمه ان المهمه بتبوظ عشان سعادتك مش متعاون معايا. اعلى ما في خيلك اركبه. يا عيني يا لا لا يا لا لا يا حسومه. ده حازم. امال هيكون عمر؟ عمر شنب اصطبحتك الجركة ابو كرتون يا فندم. الاصطباح اللي عاملها لك بتاعت العريق دي يعني كان زماني انا بطرحه. فندم والنبي يا فندم اعمل معروف بقى، خلينا اجيب الولاد هنا ونعمل الحفل هتفضح. انت بتقوله ده لا يمكن يحصل الا على جثتي. يا فندم كده العيال هياخدوا بالهم بقى. يا ريت يا اخي ياخدوا بالهم، ويا ريت يكون عندهم دم وياخدوا بعضهم ويمشوا. هي دي الحفله اللي عدايه؟ جايب لي كهارب ومزمار بلدي، قول لي لها حفله طهور يا سيباسيوني. ده انت ناقص تجيب لي حصان في البيت. والله دورت ما لقيتش ولا حصان. ده انا كنت هضربك بالنار. انت هو حصان في بيتي؟ انت مجنون يا فندم. معلش عشان انت نسيت احنا في مهمه يا باشا. ملعون ابو جيب مهمه. تتفضل. بقول لك يا جدع انت بس يوني ولا زفت؟ بفكرك قبل الساعة 12 تكون مسرب الكلاب الضالة بتاعتك دي من هنا. 12 ما نلحقش، نبقى لسه فكرة الساحر. ساحر؟ ايوه. لو انت هتجيب لي ساحر كمان، ساحر هنا في بيتي. فندم انا اللي هعمل لك ساحر واخد عينيك في ايديا. انت مجنون يا سيباسيوني ساحر. فندم بص، شايف العيال مسجلين بره على الاخر والخلطة ماشية زي الفل عشان خاطر يا فندم. هم دول عيال، دول عيال سفلة جايين. انت بتلمسني زي يوم الحرز جايين. اه وازيك يا ابو العزايم؟ وايه القمصان دي المسخره؟ ميه وبحر يا راجل، ده احنا بردنا يا راجل. ايه بس يوني سايبيننا واقفين هنا ليه بقى؟ سايبينكم معقوله؟ ده انا كنت بتكلم مع عزمي في موضوع كده يا جماعه. هاف فن
البيت بيتكم، خدوا حيلكم كسروا الحيطان، اعملوا اللي نفسكم فيه. مش قوي، انا كنت خايفه يعني لا يكون القبطان عزمي بيه يعني متضايق من وجودنا ولا حاجه. القبطان عزمي بيه؟ لا لا يا جماعه، احنا نشيل الكلفه بقى. قولوا لي يا وادي عزمي يا ابو العزايم يا زوبا. عزمي ده راجل هلاس طول عمره ويحب الهلس، مش كده ولا ايه؟ اه طبعا، ده هفهم هفهم هفهم. طب على اذنك بقى يا عزمي باشا، انا وانجي عايزين نقول كلمتين كده على جنب. ها طيب، وهتسيبني هنا لوحدي؟ اعزمك ايه؟ مايا خدي راحتك على الاخر. طب يا مايا على الاخر، روحي يا فن معاهم، فن روحي يا فن فن معاهم. سيادة القبطان، عاوزة ايه؟ انا خلاص قررت تعلمني الغطس، يلا غطسني غطوسة. ايوه مفيش انابيب تشيل الحلم ده، هحاول اشوف لك فنطاس يقدر يشيل ان شاء الله. لا انا عايزة اغطس دلوقتي. فين؟ هنا؟ ايوه في الشقة. عاوز تغطس في الشقة؟ يعني انا مش هغطس. كسرت المكتب. الله، حلو قوي الجو ده يا بسيوني، انا فعلا كنت محتاجه تغيير. يعني هو ده التغيير من وجهه نظرك؟ اوف كورس، واحد يعني لازم كل فتره كده يغير من موده، يعني يعمل كده حاجه اورينتال عشان ما يزهقش. بس على فكره يعني التغيير ممكن يبقى مش من بره بس. اه بس يوني، انت عمرك حبيت بجد؟ هو في حب بجد وحب كده؟ طبعا الحب اللي بجد هو اللي يستاهل الواحد يتغير علشانه.